إذن كما اعتدنا مشاهدي الكرام على وقع هذه الصور التي حاولنا أن نلتقطها، ولكن الآن الكاميرا تتحول إلى مساحة أخرى من مساحة الاشتباك السياسي والنفرة الشعبية العربية فيما يتعلق بهذه الجرائم التي وقعت داخل قطاع غزة. كان من آخرها ما توقفنا معه بالنقل والتحليل والرصد في مستشفى الأهلي المعمداني. الآن الكاميرا، كاميرا القاهرة الإخبارية، تلتقط إلينا صورا قد سجلت منذ قليل جدا حول عدد من التظاهرات التي خرجت وملأت بعضا من شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمديدا بهذه المجازر الإسرائيلية. والصورة تلتقط أيضا بعضا من المشاهد الليلية لهذه الحركة من عالٍ كما نشاهدها من فوق أحد المباني التي على ما يبدو أنها انتقلت من داخل رام الله ميدان المنارة إلى عدد من مدن الضفة الغربية، إلى وصولا إلى مدينة بيروت العاصمة اللبنانية التي يشتبك فيها حزب الله بين الحين والآخر على خط هذه الأزمة بإطلاق عدد من القذائف واستهداف إسرائيلي آخر لعدد من مواقعه داخل الأرض اللبنانية. موقع أو حالة متوقعة للاشتعال داخل هذه المنطقة وحرب داخلية قد تطال عددا من دول المنطقة، وهذه التحذيرات التي خرجت منذ بداية هذه المعارك. سنتوقف مع هذه الصور القادمة إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت لرصد حالة الغضب الشعبي الذي خرجت تنديدا بما قامت به إسرائيل من استهداف جوي بطائراتها الحربية لمستشفى الأهلي المعمداني، والذي سقطت فيه عدد غير دقيق لم يتم حصره من قبل المؤسسات والمنشآت الصحية الفلسطينية، ولكنه عدد يقدر بعدد من المئات. وصل في بداية هذه الواقعة إلى 200 شهيد فلسطيني كانوا يستوطنون الساحات الخارجية لهذه المستشفى، ووصل إلى رقم 500، وما بين 500 والـ200 أعداد وغير تأكيدات بأن الأعداد مرشح للزيادة في ظل حالة الفوضى والهلع والفزع التي ضربت القطاع الصحي، من آخرها انقطاع الكهرباء تماما على مستشفى الشفاء التي تعد أحد أهم المستشفيات المركزية التي تستقبل المصابين والجرحى جراء هذا الاعتداء الإسرائيلي على القطاع.